إذا مشاهد قناة شوف تيفي، فاحنا كنتواجدوا أمام عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. فهادو أطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين دينيا بمدينة الدار البيضاء، كيحتفلوا بهذه المناسبة وعمالة مقاطعة الدار البيضاء في شعار عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، تحتفل بالذكرى 49 لانطلاق المسيرة الخضراء المضفرة. إذا الكل يتواجد هنا، العشرات من الحافلات في انتظار خروج مسؤول من عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. العشرات من الحافلات التابعة لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين دينيا تتواجد هنا في عين المكان. فهنا غادي ننتظروا واش غادي يكون استقبال من طرف السيد العامل ام لا، لان هادو اطفال كيف قلت معاقين دينيا، وهذه الجمعيه هي من اكبر الجمعيات اللي كتعنى بهذه الفئه في المغرب وفي العالم العربي، ومتحصله على العديد من الجوائز في العالم العربي، وهذه مناسبه وطنيه. واش غادي يكون مسؤول من عمالة أنفا غادي يستقبل هاد الوليدات الصغار، هاد الأطفال، هاد أبناء المغرب.
فهذه التربية يتورثها الأبناء المغرب جيل عبر جيل. فهاد الاحتفال تورثنا كذلك من هاد الآباء ديالنا اللي تورثوه من عند الآباء ديالهم كذلك. فالمسيرة غدا متواصلة ديال التنمية هنا في المغرب. هذه مناسبة من طنجة إلى القويرة يحتفل بها جميع المغاربة، وعيد وطني، عيد مهم عند جميع المغاربة باش يخلدوا هذه الذكرى العظيمة. وكذلك الأطفال الصغار كيتوارثوا واحد الحدث عظيم، يعرفوا التاريخ ديال البلاد ديالهم، النضال اللي خاضوا الراحل الحسن الثاني من اجل استرجاع الاقاليم الصحراويه. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، كنا معكم في هذه المناسبة الجميلة اللي فيها أبناء المغرب الحبيب.